يتردد على الكنيسة البروتستانتية التي يشرف عليها في منطقة واديا أعالي جبال تيزي وزو في الجزائر لممارسة شعائره الدينية. القسيس جلالي يقول إن كنيسته تفتح الأبواب للزوار من دون ترخيص رسمي. احنا ككنيسة يعني بروتستانتية جزائرية محضة رانا في واقع قانوني غير واضح، لازم نشاركوا رسالة الخلاص، ولكن أين حق الدولة وأين حق الله؟ هنا كل يوم يعني تحدي. مصالح الأمن أغلقت كنائس نشطت في سر وأوقفت مسيحيا مارس التبشير في تيارة غرب الجزائر، لكن وزارة الشؤون الدينية نفت الخبر وأكدت عدم التمييز بين مواطنيها على أساس ديني أو عرقي. هؤلاء الآن يؤدون صلواتهم بكل حرية، وتوفر لهم في قواعد الحياة لباس دو في أماكن لأداء مناسكهم الدينية وفق مناهجهم الدينية ودياناتهم. أين هو التضييق إذن؟ وتسعى السلطات في البلاد حديثا من خلال قوانينها إلى تأطير ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وطالبت بإيداع طلبات من أجل الحصول على تراخيص لأماكن العبادة التي تنشط سرا، مع الإصرار على منع التبشير. إجراءات الحكومة تأتي في ظل غياب إحصاءات حول عدد المسيحيين في البلاد. انتقلنا من حرية المعتقد إلى حرية الممارسة وتنظيم الممارسة. القانون لا يسمح بأنك تخرج للخارج، يعني في الفضاء الخارج للشارع أو في أماكن عمومية، وتدعو الناس إلى دخول إلى دين آخر. مراقبة النشاط الديني في البلاد لم يقتصر على البروتستانتيين فقط، بل طال أيضا تتبع تحركات الطوائف الغريبة عن المرجعية الدينية في البلاد كخطوة استباقية لوضع حد للتمدد الشيعي حفاظا على أمنها واستقرارها. من تيزي وزو شرق الجزائر، أحمد حرز الله، العربية.